أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. رحبوا معنا اليوم بالأستاذ رامي من لرامي بيوتي سالون. أهلا أستاذ رامي. أهلا وسهلا فيكم. ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى منك بداية تعرفنا المزيد عنك وعن بدايتك بالمجال. رامي العفيف، من سوريا. بدايتي أكيد كانت ببيروت فترة تأسيس لمدة 10 سنين. طلعت من 2 years على دبي، كانت ببيوتي سالون كمان هون 5 stars. ومن بعدها أنا أخذت هيدا القرار أنه أنا أفتح لإلي، كوني أنا ببلد بيساعدني بهيدا المجال، لأن الوجهة الأساسية صارت بالعالم دبي الجمال يعني، واللي بتدعم كتير بهيدا المجال، وبتخلي كل شخص يعني يحقق هيدا الحلم اللي كتير عالم بتحب توصل له. أكيد أستاذ رامي، ممكن تخبرنا شو الخدمات اللي بتقدموها بالصالون، وكيف تميز صالونكم بتقديم هاي الخدمات؟ هلأ أنا بفضل الكلاينت تيجي لعندي تاخد كونسلتيشن معي، نحكي فيها عن الكالر، عن القص، لأن بحس هذا الموضوع بيساعدني وبيساعدها لنختار الشيء الأفضل لإلها. ما بروح على الترند الكالر أو الهيركات، لأنه بحس هذا الموضوع ممكن ينقص من جمال الشخص أو من اختياره. فبتجي بقعد أنا وياها، بحكي أنا وياها لنوصل لتشويس يكون مرضي لإلها ولإلي بنفس الوقت. هلأ نحن بنقدم خدمات شعر، نيلز. هلأ الشعر أكيد مجاله كتير واسع، نحن بنقدم الهير كولر، الهير كات، الهير اكستنشن، الاكستنشن بأنواع، التيب، الليزر، الكيراتين، يعني هودي القصص. وبالإضافة أنه نحن بنشتغل ببرودكت هاي كواليتي، أنا بشتغل طبعاً براند كارستاز، لوريال، كيفن ميرفي، كيون، تصيب أو لأقدم الكواليتي الأفضل للكالر ولا أي شيء بخص حماية الشعر يعني. هلأ اللي بيميزنا عن غير صالونات أو غير كواليتي عم تتقدم، أنه أنا بفضل الكلاينت تيجي لعندي تعمل أنا وياها كونسلتيشن، نحكي أنا وياها، نتعرف على بعض، لا تحب التغيير وتتقنع فيه يعني. فأنا أفضل تيجي تحكي عن الألوان اللي هي حابة تعملها، عن الهيركات، نتناقش أنا وياها لأوصل أنا وياها لنتيجة تكون مرضية لإلها ولإلي طبعاً. ما بروح بموضوع الترند لأن ما بدي أظلم يعني الكلاينت ولا انظلم بموضوع هير كولر أو هيركات، فبروح على الشيء المناسب لإلها أكثر يعني. أستاذ رامي، بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا له، شو هي الخطة والرؤية المستقبلية للصالون؟ إن شاء الله أنا في كذا هدف وكذا شيء عم نخطط له. مبدئياً أنا عندي سفرة إن شاء الله على السعودية، إن شاء الله في حيكون فرانشايز بالسعودية، وإن شاء الله كمان هون رح نتوسع. أكيد الهدف من الموضوع لنوصل ونوصل الكواليتي اللي نحن بنشتغل لأكبر عدد موجود على أرض دبي، وإن شاء الله أكيد يعني هيدا الشيء نحن بنكبر فيه. أستاذ رامي، كرائد أعمال صاحب خبرة في دولة الإمارات، ما هي النصيحة اللي بتحب تقدمها لأي حد عنده طموح يبدأ عمل خاص في داخل الدولة؟ صراحة الأمن والاستقرار اللي موجود بهيدا البلد بيشجعك أنه أنت تفتح مجال أنه أنت تفكر بطموحك وبهدفك بشكل جدي، من التسهيلات، من الدعم اللي عم يجي من الدولة بكافة المجالات، وخاصة بمجال البيوتي سالون اللي كتير عالم صارت عم تقصد دبي بس لهيدا الشيء وهيدي الكواليتي اللي صارت موجودة على هيدي الأرض يعني. فأكيد أنا بتشكر الحكومة وبتشكر رئيس الدولة وبتشكر حاكم دبي على هالشي اللي عم بيقدموه، على هالشي اللي عم بيساعدوا العالم انه كل شخص يحقق
أهدافه أو طموحه ويشاركوا هيدا النجاح بكل مكان، لأنه هي الوجهة الجديدة للعالم. أكيد بالنهاية ممكن تخبرنا وتخبر جميع السيدات اللي بتابعوك حالياً كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ هلأ أنا أكيد فيهم يتواصلوا معنا على الويب سايت، على الإنستغرام، على الفيسبوك، أكيد في موجود كافة أرقام التليفونات، وأكيد يجوا يزورونه بالصالون تيتعرفوا على الصالون، على الستاف، يتعرفوا على السيرفيس اللي نحن بنقدمها وعلى الكواليتي اللي نحن بنعطيها للكلاينت. نتشكرك أستاذ رامي ومنشكر جميع طاقم العمل في الصالون ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. يا حبيب القلب، شرفنا فيكم كمان، أهلا وسهلا فيكم. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.